لم يشبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد من الدعم المالي السعودي لبلاده. ها هو حتى بعد توقيع إدارته الصيف الماضي اتفاقيات مع الرياض بقيمة 460 مليار دولار، ها هو يعود ليذكر الملك سلمان بأن بلاده يتهددها هجوم لن تقدر معه على الاحتفاظ بطائراتها دون دعم واشنطن، ويطالبه على أساس من ذلك بدفع ثمن الحماية الأمريكية للمملكة ومصالحها. رسميا لم يصدر أي تعليق رسمي ينتقد ما اعتبره البعض ابتزازا أمريكيا، في رد بدا بعيدا للغاية عن النبرة العالية والقرارات النارية التي واجهت بها السعودية أزمتها مع كندا. تقرير فوزي بشرى. هذا مشهد منتزع من عالم الترفيه الأمريكي في عام 2007. كل شيء هنا مباح في النيل من الخصم، فما يهم هو الفوز، الربح. ثمة رجل كان جزءا من هذا العالم الهازل الغني، البليونير واسع الثراء، نجم تلفزيون الواقع والترفيه المعني بالربح والخسارة وبدراما العرض وسطوة الضوء. إنه دونالد ترامب. لن تمضي أكثر من 9 أعوام ليصبح الرجل رئيسا للولايات المتحدة، ناقلا معه ثقافة حلقة المصارعة ومنطق الربح والخسارة إلى حلبة السياسة والدبلوماسية. ترامب حلاب عظيم لدولارات أصدقائه لا تأخذه بهم رأفة، وهو يبلغ في استيفاء ما يراه حقا له مبلغا بعيدا في القسوة. فكما هو حلاب عظيم، هو حلاق بارع للرؤوس. هم أصدقاؤه ما دفعوا بسخاء، وهو لا يحب قليل المال، يأخذ على قدر الغنى. في صوته شيء من إرث قديم لكاوبوي، يقول مدججا بقوته: ادفع بالتي هي أحسن. كان مشهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يومها مدعاة للحرج بعد أن تقزمت صورة رجل الدولة المرتجات لتصبح محض حضور لزبون. لكن ترامب لا يكترث لمشاعر أصدقائه بجعلهم موضوعا للتندر والتهكم، فهو لا يفرق بين الأمير محمد وبين أبيه. ومن ذلك ما كشفه ترامب من مكالمة كانت طي الغرف بينه وبين الملك سلمان، فمنطق ادفع بالتي هي أحسن لامس هذه المرة حدود التهديد الصريح للملك. لا شك أن دوائر السلطة السعودية قد تأذت كثيرا من كلام ترامب، وهي تراه يحدث العالمين بتوعده لها برفع غطاء الحماية عنها إن هي لم تدفع. هو كلام ينزل بالسعودية درجة عن جمهوريات الموز التي سخر منها الجبير وزير الخارجية السعودي. هل أتاك حديثه في الجمعية العامة؟ فالسيادة خطا أحمر لا مساس به، وترفض بلادي أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي دولة كانت. ومن سوء حظ الجبير أن حديثه عن السيادة بوصفها خطا أحمر قد عفرته خيول الكاوبوي، وهو يأمر بالدفع وإلا. إن مطالبة الرئيس ترامب لملك المملكة العربية السعودية بالدفع نظير الحماية ولغته الفظة في شأن ضعف المملكة وهوان أمرها في زعمه تشكل مفارقة كبرى لبلاد تحتفل بعيدها الوطني، تعدد مآثرها وتفاخر بمنعتها وقوتها، لتجد صديقا ما تنفك تسميه استراتيجيا يفسد عليها بهجة العيد بتذكيرها أنها في ميزان القوى لا تساوي شيئا، وأن العلاقة، إن شئت الصداقة في التعبير السعودي، هي محض علاقة حماية لا أكثر. عن كل ذلك سكت المسؤولون السعوديون، فلم يتحدث منهم أحد معلقا على لقة ترامب القاسية. فسكت الإعلام السعودي، فلم يحدث الناس إلا عن أن المكالمة الهاتفية لم تكن إلا بحثا في العلاقات الممتازة بين البلدين. فلما أصبح الصباح أدرك الناس أي علاقة تلك. في السياق السعودي ستبرز الترجمة العملية للمطالبة الأمريكية بإنفاق سيصل مئات المليارات ثمنا للحماية، ولو كان ذلك على حساب التنمية والتطلعات المشروعة للمواطن السعودي في حياة تكافئ ثروات بلده واتساعها. بل إن التحكم في ثروة البلد التي قوامها النفط
أصبح في يد صاحب الحماية الأمريكية. يقول ترامب في تقريرة له في 30 من شهر يونيو حزيران الماضي: طلبت من الملك سلمان سد الفراق الذي نجم عما يجري في إيران وفنزويلا بضخ 2,000,000 برميل في السوق لكبح الأسعار، فوافق. وهي موافقة سيكون الخاسر فيها السعودية لا الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن أخطر ما كشف عنه حديث ترامب هو حالة الهشاشة التي تعتري النظام السعودي، وهو يقدم نفسه في الإقليم قوة تجترح ما لم يأتي به الأوائل. فالسعودية المحمية الأمريكية في زعم ترامب تخوض تجربة يقودها الملك سلمان وولي عهده ابنه محمد، هي إلى التيه في نظر منتقديها أقرب منها إلى غيره. فلا هي بقيت السعودية القديمة المحافظة، ولا هي طلبت من الحداثة غير أكثر مظاهرها سطحية الترفيه. فسيرة سجناء الرأي تكذب مقولات الحداثة والإصلاح تماما، كما تجرح فكرة الحماية مقولة السيادة وتدميها. إنها دائرة الخوف المغلقة، حيث الجميع داخلها ملكا وشعبا وشيخا اسمه السديس. واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطبا هذا العالم بالتأثير، يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام، أو كما قال.